أدهم. منين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم والتالو الحادثة اللي جرت الحادثة اللي جرت على سبع الشرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا عليك. الله يعافيك تعال ادخل انت لوحدك ولا ايه ست الدار ايوه امال فين ادهم الله هو مش كان معاك في المدرسه ايوه خرجنا مع بعضين زمانه جايبك اه وازاي عم الحاج شرقاوي بخير يا بدران والله حكايه البشقه دي شغله شوي هي شغله هو بس دي شغله العزبه كلها من ساعه ما قطع الميه عن اراضينا وابتدوا اهل البلد يبعوا اهاله بتراب الفلوس امتى يا بدران ربنا يخلصنا من البشقة غدي وظلمه هنخلص منه بإذن الله البركة في أبوك الحاج شرقاوي أبوي حيعمل إيه لوحده يا بدران انقدر على البشقة غا مش هيقدر على رجالته وعساكره ده عامل في دواره حكومة لنفسه والسلطة بتساعده على كده لكن ربنا أقوى منهم يا ست الدار يا ريت يا بدران ربنا يسمع منك ده يبقى يوم فرح للعزبة كلتها وفرح ليك انت كمان لسه بدري على فرحي ده اليوم اللي بتمناه يا ست الدار على الاقل يقولوا بدران ناسب الحاج شرقاوي كده ربنا يقدم اللي فيه الخير بس الجدعان انت في المدرسه انا متجدعان قوي ها انا هقوم بقى وابقى قولي لاتها بابن عمك يفوت عليا في الدار عشان نروح الفرح سوا فرح حسين ابن ابو علي عقبالك يا بدران وعقبالك انت كمان كان في البلد بشقى حاكم لكن غدار مسخر اهل البلد في زرعته ليل ونهار اللي خلفه يا ويله كان عذاب حاكم بأمره ومستعبد كبار والصغار ها وبعدين بقى يا حاج شرقاوي هنفضل كده ساكتين على البشقة لحد امتى صبرك بالله يا مختار كل شيء وله وقت صبرنا كتير يا حاج شرقاوي بقى راجل غريب زي ده يبيع ويشتري فينا ويتحكم في البلد بالشكل ده ده مسخرنا عنده زي العبيد مسيرنا ناخد حقنا يا مختار الصبر مفيش احسن منه بس ما تستعجلوش الصبر فاض بينا يا حاج شرقاوي ما يصحش ابدا نسكت على كده يا مختار كل شيء له ترتيب ايه احنا مش جد الراجل ده مش جده ازاي العزبه كلها رجاله مفهوم بس ده عايز نظام مخصوص والصبر طيب يا رجاله صبر ده كتير يا حاج شرقاوي اللهم طويلك يا روح طيب سيبونا بقى من الموضوع ده دلوقتي وازاي حال ادهم في المدرسه عال قوي ربنا يحميه ويطرح فيه البركه ادهم
انا ليا في الدنيا غيره. الواد ده سابق زمن يا حاج شرقاوي، اللهم صل على النبي. ما هو ده اللي مخليني شايله في عيني، ربنا يصلح له الاحوال وينجح مقصده. امال فين هو؟ ما هوش باين. معزوم يا سيدي في فرح حسين ابو علي. ايوه صحيح، خليه ينبسط ويتفرفش. ايوه يا بدران. لا ده انت في دنيا غير الدنيا، سامع الغزيه بتلمح عليك يا حزكو. الاحسن بينها جايه علينا. جايه يا حلو تاخد النقطه، نقط بقى يا سي ادهم. بس بس روح قلبي يا المحبوب يلي هواك مكتوب، روح قلبي يا المحبوب يلي هواك مكتوب، قلبي في هواك بيدوب يلي عليك العين. مساء الخير على ادهم الشرقاوي. مساء النور. عقبال عندك. النكتة. حاضر، اتفضلي يا ستي. يا بتمجد بالخاتم، يدوم العز يا سي ادهم. شوبش يا حبايب العريس، شوبش يا حبايب العروسه، نقطة ادهم الشرقاوي. ها مين ده؟ اقعد يا ادهم اقعد، مالكش دعوه بحاجه. مش ناظر عزبه الباش اغا اللي جاي ده؟ ايوه يا سيدي. هو في غيره؟ وعايز ايه بس يا جدع؟ ده هو بطل الفرح، الباش اغا عاوز يبتاح الفرح. مش هيبطل يا حضره الناظر. مين ده اللي بيتكلم؟ انا ادهم الشرقاوي. لما الكبار يتكلموا تسكت انت يا ولد. اقعد اقعد يا ادهم اقعد. حاضر حاضر يا حضره الناظر، هخلي الكبار يتكلموا. قوم يا ادهم يلا بينا، كفايه كده، خلي الليله تفوت على خير، وكمان نصحى بدري للمدرسه. لك يوم يا باش اغا انت والناظر، يلا بينا بدران. وبعد ادهم ما فات صاحبه رجع للدار، سهر في ليلته يفكر في الغرام محفار، هايم بحب الغزية وحسنها الباهي، ما نمتش عينه لحد الليل ما جاله النهار. ست الدار، ست الدار، عايز حاجة يا ادهم؟ الله، انت زعلانة ولا ايه؟ لا دي مش مقابلتك ليا يا بنت عمي. الله 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 الله، ست الدار ست الدار، انت بتعيطي ولا ايه؟ فين الخاتم يا ادهم اللي كان في صباعك؟ موجود. انت كمان عرفتي بحكاية الخاتم؟ الخاتم موجود، اصل بدران يا ستي خدوا مني يلبسوا شوية وبكرة تشوفيه معايا. معاك ولا مع الغزية؟ غزية غزية ايه يا شيخة؟ ده احنا كنا بنضحك في الفرح. هاني قلبي عليك يا ادهم. ما تخافيش عليا يا ست الدار. ادهم يا ادهم. مين اللي بينادي؟ ده بدران. خش انت واعملي لنا شاي. خش يا بدران تعال. السلام عليكم. اهلا يا بدران تعال. انا عارف انك ما نمتش الليلة. طبعا يا عم بتحلم بالغزية. وطي حسك، بنت عمي تسمعك. طب يلا بينا احسن اتاخرنا على المدرسه. هنشرب الشاي ونمشي على طول،
ما قلتلكش خير ان شاء الله. مش عارف مين اللي قال لعمي على الغزية. لا يا شيخ، هو عرف طبعا، هو في حاجة تستخبى. والخاتم ماله بقى؟ عايز خاتم زيه تمام، النهارده يكون معايا. انت اصلك اتسرعت يا ده، مالكش حاجة في اللي عملته ده. سيبنا من الكلام ده دلوقتي، احنا في الخاتم. عمي زعلان وبنت عمي زعلانة. حكاية بسيطة، بعد ما نخرج من المدرسة نشتري واحد غيره. الشاي يا ده. تسلم ايديكي. اشرب جوان بقى لحتى اتأخرنا يا ده. بقى كنت عايز للتمبارح تعمل لنا دوشة في الفرح. احنا جد نظر العزبة يا سي ادهم. احنا جدها وجدود يا بدران، بقى ده كلام. يظهر ان البشاغة مش هيجيبها البر. كل واحد وله يوم يده. وامتى بس اليوم ده يا بدران؟ البركة في عمك هو والرجالة، ربنا يخلصنا منه. ده مدوق الفلاحين ومريهم المر، بيشغلهم عنده بلاش وما بيدفعلهمش اي حاجة ابدا. كل شيء وله وقت واوان. خلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. الخلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. والبشقغة كان حرمهم من الطعام مساكين. نهارك سعيد يا باش أغا. سعيد مبارك هزرت نازير. في ايه؟ كلم أغا. الفلاحين اللي اشتغلوا في الأرض عايزين أجرتهم. أوه فلاحين فلاحين، دفشات كتير هزرت نازير. أنا عارف مين هرت فلاحين علشان أعمل دفشات. هو في غير الحج شرقاوي؟ إيفاتا حج شرقاوي لازم علشان هو تعذيبات شديد. ده كل يوم عمل اجتماعات للفلاحين في داره. عارف هزرت نازير، أنا عارف كل حاجاته. كلمت كتير هزرت ناظر، اجتماعات يوكا مفيش فايدة هزرت ناظر. انا مشدد عليهم قوي يا باش اغا، وديت تعليمات لكل الغفر اللي في العزبة لما يشوفوا اجتماعات يدوني خبر على طول. ايه فاتو لازم خلي بال انت تمام هزرت ناظر. امال يا باش اغا؟ تعال هزرت ناظر. افندم امسك معي هنا فوسات نزهات قوة زراعات يتفرج على بلد حلويات. علينا يا حلاوتنا رايحين الترعات زلعتنا، والخير قدامنا وحوالينا والمولى مبارك زراعتنا. سامي بنات هزرت نازير. سامع يا باش أغا وسامع نواح الفلاحين. إيدي أنا بيتكلم على بنات. أيوة يا فندم، دول رايحين يملوا مية من الترعة. إيدي كل يوم مية معايا، لازم شوية شوية. يا باش يا باش، هي المية حيشتروها يا فندم، الترعة قدامهم للي يشيل. هاي المية دي علشان أراضي باش أغا فقط، مش علشان فلاحين. مظبوط يا باش أغا، أوامرك يا فندم ننفذها. اسمع هزرت نازير. أمرك يا باش أغا. أنا عايز فلاحة دي حالا أظام إهدر أمام هزرتنا. اللي كانت بتغني دي يا فندم؟ إيفات أظام حالا صورات. حاضر يا فندم حاضر. أنت يا بنت أنت اللي كنت بتغني. تعالي هنا كلمي جناب الباش أغا. أيوة تعالي هنا قربي. عايزة إيه يا حضرة الناظر؟ الباش أغا عايزك، ده أنت نهارك أبيض. قدمي قدمي كلميه. عاوزني أنا إيه؟ عاوزني في إيه الباش أغا؟ واتكلم اقول له ايه؟ قدمي بلاش غلبه، انت في ديك الساعه لما جنب الباش اغا يتكلم معاك. اوعى كده سيب ايدي. الله مانيش مكلمه حد، انت عاوز ابويا يذبحني. تعالي صبيه تعالي، انا الباش اغا خايف من باش اغا؟ لا لا انا بعدين يجي زعلان. اسمك ايه صبيه؟ انا ست الدار بنت الحاج شرقاوي. اها بنت حاج شرقاوي.
شرقاوي دي راجل مجنون. ايه؟ لازم علشانه تعذيبات شديد. ليه؟ عمل لك ايه الحق شرقاوي؟ هو يعمل اجتماع علشان معاكسات بشاغة. لا، هو مش يقدر على بشاغة. لازم يفهم حق شرقاوي ان بشاغة راجل شديد. الحق شرقاوي كمان راجل شديد يا بشاغة. شوف شوف هزرت نازر ازاي صبية يكلم قدام مقامات هزرتنا. اسكت انت ما ترديش على البشاغة. انكتب انت يا جلاب المصايب، احنا وراك والزمن طويل. الله الله، انت بتجري يا بنت. اقف يا بنت. حق شرقاوي راجل مجنون، بنته كمان مجنون. معلوم راجل مجنون يا فندم، راجل مجنون. انت لازم يا بشاغه تأدبه هو واللي بيجتمع معهم. اسمع هزرت نادر. امرك يا بشاغه. اوامر هزرتنا اجتماعات ممنوعات، لازم تفتح عيون هزرت نادر. خلاص يا بشاغه، هم دول يقدروا يعملوا حاجه؟ دي العزبه كلها بتحبك. معلومه انا البشاغه محسوب الفولي. اسمع هزرت نادر. نعم. عارف ابو فتوح اشمافي؟ ايوه. مال ده راجل من رجالتنا المخلصين. تمام تمام، انا عايز مقابلات مع ابو الفتوح اشمافي. امرك يا بشاغه. عارف علشان ايه هزرت نازر؟ لا يا فندم، علشان ايه؟ علشان اضرب حق شرقاوي بالرصاص. لازم تخلص افام على حق شرقاوي. برضو فكره كويسه، اجيب لك ابو الفتوح يا بشاغه. بنت قالت لابوها عالخبر دغري، قالت ناداني الاغا ومنه جيت هجري. البنت قالت لابوها عالخبر دغري، قالت ناداني الاغا ومنه جيت هجري. ندر عليا يا ابويا ان خدتلي بطاري لسق البلد شهدي ووفي للحسين نادري. فيه مسألة مهمة عايز اقول لكم عليها يا رجالة. قول يا حاج شرقاوي. حصلت حكاية رجالة فيها مساس لكرامتنا كلنا. ما يصحش ابدا نسكت على كده. خير يا حاج شرقاوي. ست الدار بنتي كانت بتمنزلعة مع بنات العزبة. وشافها البشاغة هو والناظر. ونادها عليها في الطريق وكلمها. والبنت جريت من قدامه هي والبنات. ايه رأيكم يا رجالة؟ انت المحجوج يا حاج شرقاوي. محجوج؟ محجوج في ايه؟ كان زماننا انتهينا منه. انت اللي كنت بتصبرنا وتقول الصبر طيب، اديك شفت النتيجة. لسه ايه بعد كده؟ شرفنا بالدنيا يا حاج شرقاوي. انزلنا ببلدنا وسكتين مستعبديننا واختين خيرنا ونقول الصبر طيب. في ايه تاني بعد كده يا حاج شرقاوي؟ خلاص خلاص يا رجالة، عن الاول نخلص بلدنا من كل غريب عنها. حق شرقاوي، حق شرقاوي. الله، الراجل الصاب يا جدعان. ده حق شرقاوي، حق شرقاوي. فين ادهم؟ ادهم ابن اخويا. احنا معاك اهو يا حق شرقاوي. ادهم ادهم ادهم. عمك اتقتل خطر. الله حق شرقاوي، حق شرقاوي. لا حول ولا قوة الا بالله، الراجل مات يا رجالة. انا لله وانا اليه راجعون. منك لله يا بشاغة، انت اللي عملت كده. أدهم دخل مدرسة سنه كانت 12، وتنه في المدرسة لما بلغ 18. هو في السن ده جاله خبر مات والتلمزة قولوا واتلموا. قالوا له يا أدهم بتبكي
والبكا داني. شد حيلك امال يا ادهم، خليك شاهم زي عادتك. عمي مات بدران، البقية في حياتك يا ادهم، البركة فيك انت. كتب البشاغة الخاين يا بدران. انت بقى ما تبقاش ادهم وعمك الحج شرقاوي لو ما خدتش طارك بيدك، ونخلص بلدنا من الخونة دول، ويبقى الحج شرقاوي مات وساب وراه رجاله. خلاص يا بدران، انتهى وقت العلام في المدرسة، لازم اسيبها خالص، حافظ بقى للجماعة دول يا بدران. تبقى صحيح ادهم، بقى ابو الفتوح المجرم يتجرأ على الحج شرقاوي ويضربه بالرصاص. انا حعرف ازاي انتقم منه ومن اللي وزوه. خلاص يا بدران، اللي كان بيرسمه عمي هو ورجالته عشان يخلصوا البلد من البشاغة واعوانه وما نفذوش يا بدران، حنفذه اني. اني ادهم يا بدران، اني ادهم الشرقاوي، اني اللي حوقفهم عند حدهم. احنا كلنا معاك. ايوه كلنا معاك، كلنا معاك، وانتوا كلكم معايا. ايوه معاك يا ادهم. صحيح يا بدران، صحيح بتقول الكلام ده من قلبك؟ عيب يا ادهم، انت معاك رجاله. طيب ادي انت موجود، وادي توفيق ورضوان، نقرا الفتحة على اللي يكون زميله. الفتحة يا جدعان، الفتحة على كل خاين وجبان. الفتحة الفتحة. وبعد ما تفرقوا الصحبة اللي متعهدين، روح ادهم على داره وقلبه حزين، شاف بنت عمه اليتيمة لوحدها في الدار، ودموعها من حزنها فوق الخدود سايلين. حمو ساب وراها أدهم، أدهم اللي هياخد بطار وطار البلد كلها كده. يا أدهم يقتلوا عمك وانت موجود. الصبر طيب يا ست الدار، قدر ان ابوك لسه موجود طول ما انا موجود، كان بيمنعني كتير عشان ما جافش بصوتهم، كنت بطاوعه وانفذ اللي بيقول عليه، كان كل امله اني ابقى كويس في المدرسة. معلش ما تزعليش يا بنت عمي. ربنا يخليك انت يا ادهم، انت الخير والبركة. طول ما انا موجود ما تحمليش هم ابدا، انا ابوكي وانا اخوكي، بس مش عايزك تزعلي، وحتشوفي بعينيك ادهم هيعمل ايه في الظلمة والقتلة اللي نهبوا خيرنا دول. ما تجازفش بحياتك يا ادهم، حياتك غالي، انا محتاجة لها يا ادهم. هاخد بطار عمي وطار كل اللي قتلوهم قبله. بلاش يا ادهم، منهم لله، ربنا يخلص لنا منهم. أنا خايفة عليك وعلى شبابك، دول ناس خاينين يا ابن عمي، الخيانة في دمهم، والنهار ما احتلوا بلادنا. هطهر البلد منهم، حرام عليهم أرضنا دي يدهسوها برجليهم، خسارة فيهم خير بلدنا لما يتمتعوا بيه. اللي قتل عمك خد جزاؤه، أهو ترمى في السجن. السجن مش كفاية، لازم انتقم منه ومن اللي حرضوه. فكر يا ادهم. هو ده تفكيري، الظالم المستجوي ما يخافش اللي من لجوه منه، وطول ما احنا ساكتين كده هيطغوا زياده ويطمعوا فيني. فكر في مستقبلك ومستقبلي يا ادهم. ما تخافيش، انا عارف مستقبلي هيكون ايه. طب قوم ارتاح، انت تعبان، ريح نفسك شويه يا ابن عمي. مش هرتاح الا لما حقق كل اللي قلت عليه، تحرم علي الراحه والنوم طول ما الخونة دول عايشين. قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين،
ويحرم النوم علينا وهم موجودين. قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين. ويحرم النوم علينا وهم موجودين. أنا أدهم اللي حيخدم أهله وبلاده. أنا أدهم الحر وأهلي كلهم حرين. والله عرفت تعملها في الحق شرقاوي يا باش أغي. ايه دي؟ مين دي؟ رامي؟ خدت دهب كله اللي في خزانات؟ ايوه. تعالك البلد اللي انت سارقه حردلهم. انت مين؟ فاهم ان حخاف اقول لك انا مين؟ انا ادهم الشرقاوي. ادهم؟ ايوه ادهم الشرقاوي. ادهم اللي انت قتلت عمه. وعايز ايه بعد؟ الولد ده يقدر يقتلك دلوقتي. لكن انا جاي اقول لك ان الحاج شرقاوي اللي كان بيقاومكم يا مجرمين ما ماتش، لسه موجود. لك حق تضحك وتعمل اكتر من كده. اخرس اخرس ولا تخسيس. احب اقول لك اللي كان حيعمله الحاج شرقاوي حيكمله ادهم الشرقاوي. انت بعد مجنون. المجنون ده حيسيبك شويه، دورك لسه ما جاش. روح شوف مين قتل حاج شرقاوي. اشوفه حالا. هتسمع عنه اخبار بسرعه. اسمع انا بعدين اعمل، علشان انت هجات بطال، هجات يدور انت فاهم؟ ما تقدرش، لا انت ولا الحرس بتاعك ولا السلطه كلتها اللي بتساعدك يا باش ادهم. انت قدرت على عمي لكن مش هتقدر على ادهم ولا بلد ادهم. سلام عليكم. يا سلام، بلا كلام، امشي. بلد خلبوس، بلد مجنون، عزري التازر، عزري التازر، عزري التازر. افندم يا باش ادهم، البلد البلد اسمه ادهم. ادهم؟ ابد، ادهم شرقاوي كان هنا وخد كل ذهب بلد خرسيس. ادهم كان هنا وما قتلكش؟ ايفت، لكن هو كلم امامنا تهديدات علشان بقامت هزرتنا. طيب مش كنت تندهلي يا باش اغا؟ سلبخت هزرت ناصر. مش قلت لك يا باش اغا الولد ده خطر؟ ما سمعتش كلامي؟ ايفت، كان لازم اسمع كلام هزرت ناصر، كان لازم اسمع كلام هزرت ناصر. في البلد قال لهم يا ناس دلوني، اللي قتل العم فين لطريقه وروني، يا ناس دلوني. شفت بقى يا باشا؟ في ايه حزرة ناظر؟ ادهم الشرقاوي قتل بايديه الغفير مرجان ابن ابو الفتوح. ولا كفاش مرجان ام قتل نفرين اللي كانوا معاه؟ قالك كلام يا باش اغا. امان يا ربي امان، كل دول قتلهم ادهم؟ كل دول يا باش اغا. وبعدين فين هو ادهم دلوقتي؟ قتلهم واقف جنبهم وفضل ينادي بصوت عالي في وسط اهل العزبه ويقول انا ادهم الشرقاوي، انا اللي هاخد بطر عمي، انا اللي هخلص بلدي من الخونه والمحتلين. بيقصدك انت يا باش اغا. يقصدني انا؟ لا، مش هيخدر ادهم شرقاوي. بعدين؟ وبعدين السلطه قبضت عليه وترمى في السجن تحت التحقيق. هزيم هزيم، انا كتير كتير مبسوط. وخدوا منه الذهب؟ كان فرقوا على اهل البلد. ليه مش لميتوا منهم؟ يا فندم مخبيينه. افروا كل بيوتهم، اهدموها عليهم. احنا مستنين لما المحكمة الخصوصي بتاعت حضرتكم تخلصنا من ادهم ونرتاح منه. ما هو كان لازم من الاول نعمل حسابه. معلش معلش، كل حاجات دلوقتي لو وقته يا حضرت ناظر. انا لازم يخلص على عائلة شرقاوي. واحد واحد هو فاضل فيها حد بعد اللي راحوا يا باش اغا. الحاج شرقاوي مات وادهم اترمى في السجن منتظر المحاكمة. في ناس كتير غيرهم كمان، شكلوا محكمة خصوصية، شددوا الحراسة عليه في السجن. وهو وحده في زنزانته بيتألم، سمع الغزية في نص الليل بتتكلم.
يتكلم. أدهم. مين؟ أنا ياسمين. ياسمين؟ أيوة ياسمين. إزايك يا أدهم؟ أنا بخير. إزايك أنت؟ وإيه اللي جابك لحد السجن في السعادة؟ جيت أطمن عليك. لسه اشوفك بعيني، مش كفايه اسمع صوتك من ورا الجدران. هتشوفيني قريب، مش هقعد كتير في السكن. يا ريت يا ادهم قمت القضيه بتاعتك. فاضل يومين يا ياسمين، ربنا يجيبها سليمه ويطمنا عليك يا ادهم. وزي بدران بتشوفيه في العزبه؟ بدران مش خدوه حرس ضمن عسكر البشاغه؟ حرس عند البشاغه؟ وخدوا معاه نفر كتير من العزبه بالعافيه كده وغصب عنهم. حد يقدر يقول لا يا ادهم؟ وشفتيه يا ياسمين؟ شفته وكلمته، وحتى قال لي على كل حاجة في قلبك من ناحية ياسمين كده. هو قال لك؟ والله كان نفسي أشوفه. ابقي سلمي عليه. الله يسلم عمرك. شد حيلك يا أدهم، أنا حكون موجودة في المحكمة يوم القضية بعد بكرة إن شاء الله. روح انت بقى. خليتك بعافية. معادي المحاكمة في محكمة جنايات، واتلمت الخلق رجالة على ستات. يا رب سلم. محكمة القضية رقم واحد أدهم الشرقاوي. ايوه يا فندم. عندك محامي؟ لا. انت متهم بالقتل عمدا مع سبق الاصرار بشهادة شهود الاثبات. ايوه يا فندم، انا اللي قتلتهم، وفي الحقيقة ما كانوش هم اللي مقصودين. هم المين اللي كان مقصود؟ اللي سلطهم عليه لكن لسه ما جاش دوره. وده يبقى مين يا ادهم؟ البشاغة. والبشاغة ايه دخله في الموضوع؟ هو السبب في كل اللي حصل، هو اللي امر بقتل عمي. وليه قتل في دول؟ عشان اخد بتار عمي. اللي قتله وخد جزاءه؟ مش كفاية، مش كفاية نفر واحد. عمي مقامه كبير. لو شفت اللي قتل عمي. حكمت المحكمة على أدهم الشرقاوي بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة. أهل البلد كان حداهم مال عدية، وكانوا ناس كلهم أعيان وأغنية. دفعوا لأدهم فده بدل الجنيه، واستأنفوا الحكم، أصبح سجن 6 سنين. وفي يوم وليلة صباح أدهم مع المساجين. شربت السجن يا أخيني، لمؤاخذة الزنزانة دي ما فيهاش قنديل. انت شرفتني. عشت الله يحفظك. والاخ بقى يبقى مين؟ نحب نتعرف. محسوبك بدراوي بطل المنوفي، قتلت من الانجليز 90 و10 كملت بيهم المية كده. واخواننا دول مش تعرفني بيهم؟ ابو يزيد وحش الصعيد، وده محسن ابو طبي كان 7 في الغربية، وده حندان ابو سرور كان فارس من ضمنهور. واللي قاعد كم شملي وحده دي يبقى مين؟ محسوبك ابو الفتوح عشماوي اللي قاتل بيده 7 شرقاوي. تعالى يا اللي عليك العين بتدور، يا شبه جنديل في وسط البيت ومنور. ان كنت عطشان اجيب ماء الزلال واسقيك، وان كنت عريان اجيب لك من الحرير واكسيك. عليه ده كله انت تعرفني قبل كده؟ ومين ما يعرفش اللي قتل عمه؟ ها؟ عمك الحاج شرقاوي يبقى عمك؟ وجيت لك عشان ارجلك زي ما عهد عمي. الحمد لله نارك تربت يا دهر.
وما قالوا له يا أدهم ليه قتلتوا ليه؟ قالوا انتوا لما انقتل عمي عملتم ايه؟ حكموا عليه ينسجن وحده في زنزانة امن ثناوي انفرد ما همه زنزانة وقع حيطانها وهرب والبحث جاري عالي. يا وجع بيضة عليك يا شعلان، المسجون نمرة 30 استخفاني وهرب يا جدعان، ودي مصيبتي اللي جاتني الليلة يا اخواتي. يه يه يه، ده مطربك حطان الزنزاني وراح فاني ده يا بقى. واقول ايه دلوقتي يا اخواتي؟ يا مصيبتك يا شعلان. انت عم تبرطم تقول ايه يا شعلان؟ انطق بو، مالك متبرجل كده؟ في حاجة حصلت؟ المسجون نمرة 30 هرب من الزنزاني. يا بوي، وانت واقف تهب بيه؟ واقف تعمل ليه هنه؟ واقف زينه؟ وهرب كيف اذا كان باب الزنزانة مكفول والقفل متربس؟ ما عرفش كيف وقع حيطان الزنزانة من ورا وهرب منه. يه يه يه، وكمان هد الحيطية ولا سمعتش هب ولا دب؟ ليلتك ما هيش فايتي، شوف بقى ايه اللي حيجرالك. أدهم لما هرب ناس من العرب قبلوه واستقبلوه بالكرم من وقت ما عرفوه، وما حكى قصته على مسمع العربان قالوا له تسلم ودوري في الخيام اسمع يا شيخ العرب. خير يا ولدي. أني راجل بدافع عن شرفي وعن كرامتي وحريتي، وعمل دي ماهوش عاجب الوالي الغريب اللي حاكمني، واني لاجئ لكم. إن ما كفتكش خيامنا تكفيك عنينا. أني عاجز عن شكري لكم يا عربان. أني عندي فكرة يا شيخ العرب. خير يا أدهم. إيه رأيكم لو لبست ملابس من ملابسكم وغيرت شكلي وملامحي؟ والله فكرة مليحة وزينة. هادي القفطان، وادي الإحرام، وادي عقال عربي. البس. زين والله زين مليح يا أدهم. هديك بقيت بدوي ابن بدوي. هاله كده. أنا متشكر يا شيخ العرب. الشكر لله يا ولدي. يا ربي انظر يا أدهم. ما تخافوش، دي القوة اللي بتدور علي. يا حفيظ يا حفيظ، تعال انهض يا أدهم، خبي نفسك تحت الإحرام. أدهم ما يخبيش نفسه يا شيخ العرب، ما تخافش، أنا اللي حقابلهم واتكلم معهم. يعرفوك يا أدهم ويكشفوا أمرك. لا مش هيعرفوني. كلامك غير كلام البدو يا ولدي. ما تخافش، أنا حتكلم زيكو تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. ما فاتش عليكم واحد هنا لابس هدوم مسجون؟ لو كانوا قدمكم قريب كنتوا عثرتوا عليه. لابس إيه يا راجل؟ لابس هدوم مسجون وعليه رقم 30. مظبوط، هو أدهم كان عندكم هنا؟ معلوم، فات يرتوي عطشان. وراح فين؟ ما تعرفش؟ ما قال طريقة وين، والصحراء مالها طريق. كتر خير، يلا بينا. عجيب والله يا أدهم، خدعت وصحة الحيلة. مش قلت لك ما تخافش؟ بالله يا شيخ ما تفارقنا أبدا. لا أنا أستأذن بقى، وكتر ألف خيركم. تروح وين يا رجال؟ الطريق وعر والصحراء مليانة وحوش. أدهم يا شيخ العرب ما يهموش جبال وحوش. ونعم الشهامة يا ولدي، اللي يكون حداه عقل كبير مثلك ما يهمه شيء. صدقت والله يا أدهم، عاشت البطولة والشهامة. حيوا هذا البطل يا رجال، الليلة ليلة مباركة وليلة زينة، ضيف مكرم هل علينا.
حاطين بضيفنا الغالي اللي مقامه كبير وعالي ريتك والله الدين طوالي شالي متع بك عينينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم قل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم قل علينا ضيف مكرم قل علينا قل علينا البدر ومال زن الصحرا وزادها جمال قل علينا البدر ومال زن الصحرا وزادها جمال والله ارتحنا وراق البال فرحة وتمت وتهنينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ضيف مكرم هل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ليلة مباركة والله وزينة ضيف مكرم هل علينا ضيف مكرم هل علينا جزاكم الله كل خير انتوا عملتوا الواجب زيادة لكن بدي ارجع بلدي بدري يا رجال بدري ان شاء الله حبقى ازوركم مره تانية تفضلوا ادي ملابسكم ودوني ملابسي حد الله يا ادهم والله ما تترضي هذه الملابس تاني هذه علشانك يا ادهم البطل ما يرتدي الا ملابس الابطال كتر خيركم سلام عليكم وبعد ما ودعوه الكل قلبه عليه فكر في بدران صديق وراح يطل عليه ده أصله الطيب بدران بدران يا صوت أدهم اهلا اهلا تعال تعال ادخل ازيك يا بدران ازيك انت وزي احوالك قلبي عندك يا ادهم الحمد لله انا بخير انا جاي اشوفك انت وحشتني قوي القلوب عند بعضها يا ادهم ما تعرفش قد ايه اني زعلان ابقى ما بتحبش ادهم تزعل يا راجل عشان ادهم خد بطار عمه وواقف قدام اللي محتلين بلده نسيت كلامك ووعدك ليا في المدرسه أنا زعلان يا أدهم عشان فرجتك وبعدك عني وخايف عليك من الخطر ما فيش حاجة تبقى خطر على أدهم أنت عارفني يا بدران قل لي صحيح خدوك في حراس البشاغي أيوة يا سيدي خدوني بالعافية ومعايا أنفار كتير من العزبة إيه رأيك في كده يعني الواحد دلوقتي يخاف منك ده معقول يا أدهم ولسه بيدوروا علي طبعا يا ادهم البحث جاري عليك ليل ونهار والحصار شديد قوي حوالين العزبه ده انت شطان ولا حدش عارف ولسه بكره تسمع اكتر من اللي سمعته جواب للأغا ويقول أنا أدهم اللي قابلكم بلبس البدو معرفتوش ويا ما بكره تشوفوا من حيل أدهم قدر عليكم وبس انتوا اللي ما قدرتوش ايه ده يا فندم ايه دي جواب من أدهم جواب؟ هيفات جواب أدهم كان موجود في سهرة مع بدو هو اللي كلم هرس هرس حصل عنده أماين هرس غبي هرس بطل يا خبر أبيض هو اللي كلم حرس جنابك والحرس ما عرفوش هيفات لازم تسديد هراسة هزريت نازير لازم يفهم هيال أدهم دي ولد أفريت خارسيز لازم بحث شديد حضرة نازير لازم أقبض على أدهم حاضر يا بشغة حاضر أنا حدي الأوامر لتشديد الحرس وزيادته أكتر من كده لازم نجيب لك أدهم ده لحد هنا يلا هولين أفهم حضرة نازير أنا حافظ أدهم يا
راحوا لأدهم وقابلوا في الجبل بالليل وقالوا له أهل البلد يا أدهم في ويل ويل. أهلا وسهلا، انتوا خففتوا عليا الوحدة يا رجال. كلنا هو ده عشمي فيكم يا رجالة. بإذن الله حننتصر عليهم ونطردهم من بلدنا إن شاء الله. أنا صممت على كده. دول اليومين دول زودوها قوي، حرمنا من مية ومورينا النور يا أدهم، ونحن صابرين. الصبر طيب يا رجالة، كل شيء له وقت وأوان. أنا دلوقتي اطمنت خالص، معايا قوة كبيرة. بس ناقصنا حاجة واحدة بس. إيه يا أدهم؟ السلاح، هو ده اللي حيساعدنا ويجوي قلبنا، وهو اللي حيخوف العدو منا. ولو اننا مؤمنين وسلاحنا الايمان بالله، نعم بالله، وربنا حينصرنا عليهم من غير سلاح. ازاي حنتحصل على السلاح يا ابني؟ بسيطة، انا عندي فكرة كويسة. ايه؟ حنلبس كلنا لبس الحرس بتاع البشاغي، واني حلبس ملابس كبير الحراس، وحغير شكلي وملامحي، ونروح كلنا على عزبة البشاغة التاني، واني هرتب لكم ازاي هنتحصل على السلاح بصنعة